تتأزم العلاقات العراقية السويدية ويحتدم الخلاف. يغضب العراق للتعرض للمصحف الشريف وتكرار الاستهتار بمشاعر المسلمين وإهانة علم البلاد تحت ذريعة حرية التعبير. القرار يأتي بطرد السفيرة من بغداد بعد احتجاج شديد اللهجة، ويطلب من سفيره في السويد العودة. وأكثر من ذلك، تهدد الحكومة العراقية بقطع العلاقات مع السويد في حال تكرار الإساءات والتعديات. ستوكهولم لزمت الصمت، غير أن ما أثارها هو إحراق سفارتها في بغداد من محتجين، وما اعتبرته فشلا عراقيا في حماية البعثة من جموع الغاضبين. للمزيد أرحب بضيوفي من بغداد، طارق زبيدي أستاذ العلوم السياسية، وينضم إلينا من ستوكهولم فريد كمال الناشط والمحلل السياسي. أهلا بكما. سأبدأ مع ضيفي من بغداد أستاذ طارق. يعني العراق طرد السفيرة السويدية، استدعى سفيره من ستوكهولم، هل الأمور ستذهب إلى قطيع؟ ما الذي يقرره بعد ذلك؟ السلام بحضرتك وضيفك الكريم والمشاهدون الأكارم. في الحقيقة التصعيد الموجود أخذ بعدا يعني عراقيا أكثر من كونه بعدا للعالم العربي والإسلامي. هذه الحادثة هي ليست الأولى من نوعها، حوادث الحرق والاستهداف للمقدسات هي كانت دائما موجودة، ولكن هذه المرة هناك خصوصية باعتبار أن الذي استهدف القرآن الكريم المصحف الشريف والذي استهدف العلم العراقي هو عراقي، وبالتالي أصبحت هناك ردود فعل واضحة. والاستنكار حقيقة بحد ذاته كون أن هذه الحادثة قد تكررت بعد مدة وجيزة جدا، وأعتقد بالرغم من الاحتجاج والاستنكار والمعاملة بالمثل من حيث موضوع الموقف الصارم اتجاه السفارة، ولكن أعتقد أن عملية حرق السفارة هو ليس طريقة حضارية صحيحة، باعتبارها سوف لن تساعد العراق في كسب الرأي العام، باعتبار أن اتفاقية فيينا العام 61 قد جعلت للسفارات حصانة، وعملية الاعتداء على هذه السفارة هو بمثابة اعتداء على الدولة الأخرى. ولذلك أعتقد أن عملية ردة الفعل الشعبية العفوية يفترض أن تقابلها رد حكومي يمنع تكرار هكذا حالات، وأعتقد أن على الحكومة العراقية أن تستعد لمثل هذا الموضوع، خاصة وأن السويد قد أجازت الرخصة لحرق القرآن لمرة ثانية، فيفترض بالحكومة منذ يعني اليوم الماضي أن يكون هناك استعدادات لمنع دخول أي محتج للسفارة، ولكن مع الأسف دخل المحتجون باعتبار أنه ردة فعل، ولكن أعتقد هذه ردة الفعل بالرغم أنها كونها عاطفية، ولكن أعتقد على المستقبل سوف لن تكون إيجابية، باعتبار أنها سوف تعكس رؤية سلبية للعراق على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. يعني أفهم من هذا القول أنها يعني كان الموقف شديد للحكومة العراقية، لكن الدخول إلى السفارة وإحراقها يحرج اليوم الحكومة العراقية، هل يضعف هذا الموقف الحكومة العراقية وهي في ذروة غضبها مما جرى في السويد؟ أكيد هذا الموقف قد يحرج العراق وقد يعطي رؤية سلبية باعتبار أن العراق غير قادر على حماية السفارات، هذا رقم واحد. فضلا عن ذلك قد يعطي رؤية سلبية على أن العراقيون والمسلمون بشكل عام يتعاملون بالعنف، هذا الرأي قد ينقل للرأي العالمي، وأعتقد يفترض أن تكون هناك رؤية قائمة على أساس الحوار والدفاع عن هذه المقدسات بطريقة عقلية منطقية. لو كانت ردة الفعل فقط طرد السفيرة هذا الموضوع هو فعل دبلوماسي، ولكن الفعل العفوي بعملية الحرق هو غير صحيح وسوف لن يعطي نتائج إيجابية، بل سوف تكون نتائجه سلبية. نعم. طب أستاذ فريد من ستوكهولم، كيف تبدو الصورة من عندك؟ أنت كناشط ومحلل سياسي تبعت الأحداث، تبعت تصاعد الأزمة بين السويد والعراق، غضبت السويد لأن محتجين غاضبين على تدنيس القرآن وتعرض لعلمهم ولا شخصية مهمة، لكنها
لم يصدر عنها أي تصريح تفسير توضيح لماذا منحت الإذن لتكرار تلك الإساءة للمعتقدات الدينية لتدليس المصحف الشريف لحرق الأعلام. إذا المملكة العربية الهاشمية الأردنية هو سؤال معقد جدا ووضعه في موضع محرج جدا، يعني انه هناك مقدسين، احنا عندنا مقدسنا هو الكتاب المقدس والقران الشريف، وهناك عندهم قدسيه حريه التعبير، ولا يعني انه حريه التعبير بان هناك شيء مقدس، وهذا الاشكال اللي يقعون فيه. فهم اضطروا قانونيا ومن ناحيه دستوريه انه من حق الانسان ان يعبر عن رايه حتى في حرق الكتب المقدسه. يعني قبل اسبوع في شخص سوري قدم طلب الى الشرطه السويديه بان يحرق الانجيل والتوراه امام السفاره الاسرائيليه، وطبعا كان في ردود فعل من اسرائيل، وبالتالي انه سمحوا له، يعني بس هو لما وصل الى مرحله الحرق توقف العمليه. فهي عمليه احراج، يعني لا انه السويدية تريد هذا الموضوع يصير، ولا انه يوقفوا نص دستوري. هذا الاحراج اللي صاير عندهم. بس هم داخليا كحكومه هي حكومه دين العمل وتحرج السويد، واضافه الى انه هناك علاقات مهمه للسويد بالشرق الاوسط، يعني هي ما تفقدها بسبب هذا التصرف. لكن ما في اجراء قانوني تقدر تتخذ الحكومه، لان الحكومه ملتزمه بالدستور، وهي هاي الاشكاليه اللي بتصير. كثير من المواطنين في الشرق الاوسط يتصورون انه ممكن رئيس الوزراء بيصدر قرار او البرلمان بيصدر قرار. ما في، الدستور السويدي قانونيا ما يتغير الا بانتخابين، يعني دورتين انتخابيه وما بينهما يتم تغيير هذا المكان. ولهذا السبب هم محرجين امام جمهورهم، امام الناس، امام حريه التعبير، وبنفس الوقت هم محرجين امام يعني جمهور عظيم من المسلمين في العالم والشرق الاوسط. طب الشعب السويدي وهو يتابع تلك التطورات، الا يشعر باستياء ام هو مساند بشكل مطلق لما يسمى حريه التعبير، وان تطرق الامر وان وصل الامور الى حد التعرض للمعتقدات والاديان؟ نعم، هم في عندهم في الدستور حريه التعبير وحريه المعتقدات، هذا الامر مفروغ منه، يعني ما منتهين منه. ولكن هم المشكله في نص قانوني ما فيهم يتجاوزوه، وفي نص اخلاقي. المشكله احيانا الدستور، هم هذا الدستور منصوص من من 200 سنه، يعني مو الان، هم الان وضعوه لان في قران وفي انجيل وغيرها. الشيء الثاني هو من خمس نقاط، الدستور السويدي مكون من خمس نقاط، والنقطة الخامسة الأخيرة هي حرية التعبير. فبالتالي هم ما فيهم يتجاوز الدستور، يعني هي الإشكالية اللي عم تصير. طيب يعني شعوريا، يعني لما تسمع برامج الراديو والتلفزيون الناس مستائين من هذا العمل، يعني اعتبروه عم يورطوا السويد، وكل اللي قاموا بالحرق الأول كان دنماركي والثاني عراقي، وهم ناس ما عندهم هذا الموضوع. يعني حرية التعبير عندهم هم ما أسسوها عشان يسيئوا للكتب المقدسة، وإنما بالتكوين هذا القانون ما كانوا هم ماخذين بعين الاعتبار هذه النقطة. طيب إذا الدستور يحتاج إلى دورتين، إلى إجراءات محددة ليتم تعديله، لكن ألا تفتح مثل هذه الحوادث المشينة النقاش حول إلى أي مدى تدخل تلك التصرفات التعرض للأديان، للمعتقدات، للمصحف الشريف ضمن حرية التعبير؟ هذا النقاش لا يفتح. نعم، هذا النقاش دائم بالتلفزيون والصحافة والإعلام، بس المشكلة أنه بالسويد دولة يعني صعب أن تغير قانون بيوم وليلة. يعني احنا في يمكن في بلداننا يكون سهل انه اصدار قرار بيوم وليله لقانون جديد، بس المشكله بهاي البلدان في برلمان. انا افهم ذلك استاذ فريد، انا سالتك النقاش في الفضاء العام في الصحافه، ان مثل هذه الصرفات يجب ان لا تدخل ضمن حريه التعبير، يعني هل هناك من نقاش في هذا؟ نعم، في نقاش دائر، في عندهم برنامج بالراديو السويدي يوميا الساعه 9 الصباح 9:30،
الى الساعه 10 يعني يتحدثون الناس تتصل وتحكي. في بعض الناس انه ضد هذا اثاره الكراهيه واثاره هاي المواضيع، وفي بعض الناس يقول لك يعني اين حدود المقدس؟ يعني بكره بيجينا واحد بيقول لك انا والله انا عندي هذا الشيء مقدس، انت ممنوع تعبر عن رايك برفضه يعني. فهي مشكله منقسمين على مع بعض. بس الراي العام انه المطروح انه هذا العمل عمل غير صحيح، عمل غير اخلاقي، وحتى الحكومه السويديه ادانته يعني رئيس الوزراء ادانه بس ما في دين القانون، وهو نعم. استغل القانون هذا الشخص لمآرب طبعا. وفي يقال حسب التحليلات السويديه او الاخبار السويديه انه هناك في دول عم تلعب هذه اللعبه عشان تقيم يعني اعطاء صوره للسويد انها معاديه للاسلام والمسلمين. بالعكس السويد يعني فيها مجال للانسان يعني فيها الشعائر الدينيه وفيها مساجد وفيها حسينيات فيها كل شيء يعني. طيب استاذ طارق من بغداد، البعض فسر ربما هذه الخطوة العراقية بطرد السفيرة بحجب الاستياء الشعبي وبشكل خاص، لأن الأمر له علاقة بتحذيرات للسيد مقتدى الصدر الذي كان حذر السويد من مغبة السماح بالإقدام على حرق العلم العراقي والمصحف، وكان أكد أنه ينتظر تحركا رسميا من قبل الحكومة العراقية قبل اتخاذ أي تصرف من طرفه. ترى هناك رابط ما بين الأمرين؟ نعم، في الحقيقة الكلام جدا سليم. أعتقد أن واحدة من الأسباب التي دعت الحكومة إلى التصعيد على المستوى الدبلوماسي بطرد السفيرة والتهديد بقطع العلاقات هو لتخفيف الشارع، باعتبار أن الحكومة الحالية تتخوف من تكرار وجود تظاهرات قد تكون أكبر. أعتقد ما تفضل به الضيف الكريم فيما يتعلق بالنقطة الدستورية، باعتبار الدستور السويدي في الفصل الثاني منه في خانة الحقوق والحريات، أعتقد كان هناك تركيز واضح على أن الحريات والحقوق غير محددة فيها موضوع المقدسات أو انتهاك يعني حرمة المقدسات. صحيح، كلام جدا سليم، باعتبار أن هذه الدساتير، خلفية وجود هذه الدساتير في الدول الغربية بشكل عام وبالذات في السويد، كانت ناتجة ومتأثرة بفكرة الحروب ما بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية، السلطة الدينية والسلطة المدنية، باعتبار هناك حروب ضد الكنيسة، باعتبار فضلا عن ذلك الشعب السويدي بالغالب هو شعب غير متدين، ليس لديه اهتمامات لفكرة الدين ووجود الدين سواء كان دين إسلامي أو مسيحي أو يهودي. صحيح هذه الأسباب والمبررات واضحة، ولكن هناك أمور أخرى يفترض بالحكومة السويدية أن تأخذها بنظر الاعتبار. على سبيل المثال الحصر، إن فكرة وجود هذا اللاجئ قد يحاول أن يستغل الحريات والحقوق لمآرب شخصية باعتباره يريد أن يحصل على الإقامة الدائمة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن في المجتمع السويدي يعني أقلية مسلمة لا تقل عن 12% بحدود 1,200,000 نسبة تقريبا من المسلمين، هذا في حد ذاته قد يعرض السلم الداخلي السويدي. هناك أسباب كثيرة، هناك أسباب ومبررات قد تعطي للحكومة السويدية، وهناك أيضا قوانين أخرى إضافة للدستور قانون التجمع العام في السويد قد بالإمكان توظيفه لغرض منع استهداف واستهداف المقدسات والرموز لغرض تحقيق الاستقرار. فضلا عن ذلك أن المصالح السويدية قد تتضرر ليس فقط في العراق، قد تتضرر على مستوى العالم الإسلامي. ولذلك أعتقد أن الحكومة السويدية يفترض، صحيح عملية التعديل صعبة تحتاج إلى دورتين، ولكن البداية في هذا الموضوع يفترض أن تكون من هذه الدورة. يفترض على الحكومة السويدية وكذلك البرلمان السويدي أن يشرع في عملية التغيير الدستوري والتغيير القانوني، باعتبار أن موضوع حرمة المقدسات هو لا يشمل المسلمين فقط، بل أن المقدسات موجودة عند اليهود والمسيحيين وجميع الطوائف الأخرى. وأعتقد أن هذا الموضوع يفترض حتى لا يتكرر ولا تكون هناك ردات فعل أكبر. وأعتقد أن عملية التعديل أصبحت ضرورية، ليس فقط ضرورية للحكومة السويدية، بل هي ضرورية لغرض مكافحة الإرهاب، لأن مع الأسف هذه الأعمال قد تشجع الجماعات الإرهابية لأعمال عدائية اتجاه السويد واتجاه دول أخرى. ولطالما دول العالم جميعها تعمل من أجل مكافحة الإرهاب، يفترض حريا بها أن تعمل على تعديلات قانونية وتعديلات دستورية تضمن عدم
استهداف المقدسات لا سيما المقدسات الإسلامية. طب أستاذ يعني أود أن أسأل في هذا الموضوع يعني حتى يكون المشاهد في الصورة، هذا العراقي الذي يقدم للمرة الثانية على فعل شائن، لماذا لا يطالب العراق بتسلمه؟ أعتقد العراق منذ فترة، هناك مذكرة قبض وقد تم مفاتحة الشرطة الانتربول الدولية لغرض استعادته، ولكن هناك شروط مثل ما الضيف يعرف أن في السويد هناك يعني حقيقة ضوابط صعبة وعملية إجراءات صعبة لغرض تسليم المطلوبين، لا سيما المطلوبون الذين أصبحوا هم قضية رأي عام، وهذا يعني اللاجئ حاول أن يستغل الرأي العام السويدي والرأي العام الدولي لغرض إيجاد نوع من الحماية. فأعتقد أن عملية استلام هذا اللاجئ هو ليست سهلة، ولكن هي ليست مستحيلة. بالمستقبل إذا ما فعلت الدبلوماسية العراقية وإذا ما فعلت الإجراءات القانونية والقضائية بالإمكان تسليم هذا المطلوب للقضاء لغرض محاكمته محاكمة عادلة. طيب يعني خلفيات ربما مغادرته العراق، هل خرج من العراق وهو يشعر بأنه لديه مظلومية، لديه قضية؟ يعني يبدو من كل تصرفاته بأنه يسعى لكسب الشعبية، حتى عندما يطلق بعض الفيديوهات يتحدث عن الحماية، يتحدث عن خوف من القتل، خوف من التعرض، تخلي الشرطة السويدية عنه، أن الشرطة السويدية تطلب منه أن يتعهد بألا يكرر الفعل نفسه. ظروف خروجه، هل هناك كانت قضية لتجعل من ذلك الإنسان عدوا لبلده وللدين الإسلامي والمصحف؟ عندما نقرأ وضع اللاجئ من حيث يعني الطريقة الإعلامية أو من حيث الطريقة الأكاديمية والمتابعة الموضوعية بعيدة عن الانحياز، نجد أن هذا اللاجئ ليس لديه هدف واضح، وليس لديه فكر في عملية، يعني ما سوف لن يستفاد من موضوع حرق القرآن الكريم أو استهداف العلم العراقي سوى هدف واحد فقط، هو الحصول على الجنسية والإقامة الدائمة. وهذه المؤشرات هي واضحة مثل ما تفضلت حضرتك، عندما نتابع ونحلل تحليل المضمون لخطاب هذا اللاجئ، تحليل المضمون يدلنا أن هذا اللاجئ هدف الأساس هو الحصول على الحماية أولا والحصول على الإقامة الدائمة ثانيا. هذا الموضوع أعتقد موضوع شخصي، بالرغم من هناك بعض وسائل الإعلام وهناك بعض الكتاب قد أشار أن هذا هناك لديه دوافع دولية وهناك دول تقف حوله، والبعض قال أن قد السويد بطريقة غير مباشرة قد شجعت هذا اللاجئ. أعتقد أن هذه الرؤى هي غير دقيقة وغير منصفة. الرؤية المنصفة والرؤية الموضوعية أنه هذا اللاجئ حاول أن يستغل حرية التعبير الموجودة في الدستور السويدي والقوانين السويدية لغرض تحقيق مآرب شخصية، وذلك من خلال الحصول على الإقامة الدائمة والحماية لمستقبله ومستقبل عائلته. طب أستاذ فريد، إذا كان الأمر كذلك، السعي لكسب الشعبية، السعي لكسب الجنسية، وهناك طرق واضحة لكسب الجنسية والقوانين وقواعد يجب أن يتبعها كل من يسعى للحصول على جنسية أجنبية، أنتم كناشطين في هذا المجال كعرب ضمن الجالية، هل هذه النقاط لا يجدر بكم أن تقوموا بتوضيحها ربما إلى النخبة المثقفة في السويد، توضيح أن التعرض للأديان للمعتقدات، التعرض للمصحف الشريف، الإساءة، التعديات، كل ذلك يمس مشاعر المسلمين، وأن من يقوم بهذه الأفعال يقوم بها لمآرب شخصية، فهي يجب أن تكون بشكل مطلق مدانة؟ نعم بالتأكيد. أنا أوضح نقطة، أنا عضو هيئة محكمة التمييز في المقاطعة الجنوبية في سكونة في السويد 9 سنوات يعني، والقانون لا يخضع إلى العواطف ولا يخضع إلى المشاعر، يعني ما مكتوب في الأوراق وما مكتوب في النصوص القانونية تنفذ يعني حرفيا. يعني في كثير من الناس اللي هم يقومون بجرائم في أثناء فترة الإقامة المؤقتة يحرمون من حق التقييم على الإقامة الدائمة والجنسية. اللي صار مع هذا الشخص هو حصل على إقامة مؤقتة وقام بعملية غير قانونية
ادت الى اعطاء حكم الى انه سوف لا يمنح الاقامه الدائمه، وبالتالي هو حتى يحصل على الاقامه الدائمه يجب ان تتغير ظروف الكيس او القضيه تبعه، انه بحيث انه يكون زي ما وضح ضيفك الكريم انه يكون مطلوب لدوله او مطلوب لجهه معينه ممكن تهدد في قتله او اعتقاله او تعذيبه. فهو بعد التصريح الاول، بعد الحرق الاول، صرح احد المسؤولين بالدوله العراقيه على انه هذا الشخص او اتى للعراق كان يقوم بتاديبه كمرتد، وبالتالي هذا التصريح انطاه حق قانوني بعيدا عن العاطفه، بعيدا عن نحب او نكره، ولكن النص القانوني يقول اذا شخص يتم تهديد حياته في البلد اللي هو آتي منه سيمنح الاقامه الدائمه، ولكن موضوع الجنسيه زي ما ذكر ضيفنا الكريم ممكن انه ما يحصل عليها بسنين طويله، يعني هي مو عمليه سهله والله انا اقوم بحرق كتاب مقدم حتى اطلع للجنسيه، بس ممكن تكون هو هذه الافكار وهذا المآرب، وفي هناك نعم جزء من التحليل بهذا الاتجاه، ولكن لا اعتقد انه سيحصل هو على الجنسيه السويديه، لان الشرطه السويديه قامت عليه دعوه في الحرق الاول، يعني اعتبرت عمل في كراهيه. نعم. في يعني الناس واعيين هذا المساله يعني شايفينها، بس في القانون بيتحكم فيهم. نعم، أنا أشكرك من ستوكهولم فريد كمال الناشط والمحلل السياسي، ضيفي من بغداد طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لكم. أرحب الآن بضيفي الذي ينضم إلينا من العاصمة العراقية الدكتور أحمد الصحاف الناطق باسم الخارجية العراقية. دكتور أحمد أهلا بك، بداية بعد طرد السفيرة ماذا تقرر الحكومة العراقية؟ تحية وتقدير لحضراتكم. أهلا بك. القرار هو باستمرار الإجراءات الدبلوماسية العاجلة لإتمام مغادرة طاقم السفارة السويدية في بغداد إلى خارج العراق، وتوجيه عاجل لطاقمنا الدبلوماسي في ستوكهولم بالانسحاب إلى بغداد بشكل عاجل. الخطوات التي اتخذت من قبل الحكومة العراقية جاءت كاشفة عن حجم عدم الاكتراث الذي بادر به الجانب السويدي، والذي أصدر لأكثر من مرة أنه يدين ويستنكر وبأشد العبارات أفعالا كهذه، لكنه استمر يمنح الإجازة والإذن للتظاهر لما يسميه بحق التظاهر وحرية التعبير. حرية التظاهر وحق التعبير الذي يزدري مقدسات نحو أكثر من منهار المسلم حول العالم ويستفز مشاعرهم ويجدد إنعاش بيئة التطرف والكراهية والعنف لا يمكن أن يكون سببا معقولا وواقعيا ومقبولا لحرية التعبير ولدورها في الأنظمة الديمقراطية. لذا فإن الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة العراقية ومن قبل وزارة الخارجية بالتحديد جاءت في المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خلال اتصالات أجراها وتلقاها مع وزير الخارجية فؤاد حسين، وفي المستوى متعدد الأطراف جرى التنسيق مع الجامعة العربية وأصدرت بيانها، منظمة التعاون الإسلامي وأصدرت بيانها، وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والممثل السامي لتحالف الحضارات والأمين العام للأمم المتحدة. هذه المواقف كلها جاءت تعزز خطاب العراق وتوجه العراق بهذا الشأن، فيما دعت وزارة الخارجية عصر اليوم منظمة التعاون الإسلامي وللمرة الثانية إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى لتدارس أهم الخطوات الواجب اعتمادها واتخاذها للحد من تكرار أفعال كهذه. طب هل حدد موعد بناء على هذا الاتصال لعقد هذا الاجتماع دكتور أحمد؟ لا يزال الممثل الدائم لجمهورية العراق في جدة لدى منظمة التعاون الإسلامي ينسق مع الأمانة العامة للمنظمة، وبالتأكيد سنتلقى رد عاجل يؤشر إلى موعد الانعقاد وإلى أجندة أعمال هذا الاجتماع الطارئ. نعم. طب دكتور أحمد، اليوم وضع هذه العلاقة مع سويد بعد طرد السفير واستدعاء السفير، هل هي يعني تندرج تحت بند قطع العلاقة أم ربما تجميد العلاقة مؤقتا؟
الاجتماع الذي رأسه دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني، وحضره صاحبي المعالي وزيري الخارجية والداخلية في الحكومة العراقية ورئيس أركان الجيش وعدد من القادة الأمنيين، أشر في البيان الذي رشح عن هذا الاجتماع إلى أن الجانب السويدي إذا لم يستجب للرؤى التي يطرحها الجانب العراقي واستمر يمنح الإدانات بهذه الأفعال الشنيعة التي تقع على أراضيه، فإن الحكومة العراقية ستبادر إلى قطع العلاقات، وهذا ما حصل بالفعل، والخارجية العراقية تلتزم توجيه الحكومة العراقية في تنفيذ هذا المسار. إذن هي علاقات مجمدة نستطيع القول؟ الآن العلاقات تم قطعها، والمصالح الاقتصادية للسويد ومنها التي تم الإعلان عنها شركة إريكسون للاتصالات والتواصل، وهذا الجانب أيضا أعلنت عنه وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات. المؤكد أن بيئة التنسيق والنظرة المشتركة لم تعد كسابق عهدها لغاية قبل 48 ساعة من الآن، لأن عملية تكرار منح الإجازات والإدانات بأفعال تسيء إلى أبناء الإسلام وتخرق النواميس البشرية وتسيء إلى الفطرة الإنسانية لا يمكن قبولها. العراق تحول إلى بوصلة لتبني موقف الدفاع عن القرآن الكريم وإعلاء كلمته وحفظ مشاعر المسلمين حول العالم، وهو ما نعده اليوم في الحقيقة نبراسا من القيم التي تضاف للدبلوماسية العراقية وهي تنتهج مسارها في العلاقات مع جميع الأطراف. طب دعني أسألك دكتور أحمد، ربما في إطار الاتصالات التي جرت بين الخارجية العراقية والخارجية السويدية، أو عندما تم استدعاء السفيرة لإبلاغها بضرورة مغادرة العراق، هل تم طرح، يعني أظن أن أدعها في هذه الطريقة مقايدة، بين أن تبقى العلاقات وبين أن يجري أو أن تقوم السلطات السويدية بتسليم العراقي الذي قام بفعلته السيئة؟ سبق وأن طلبنا من الجانب السويدي أن يسلم المدعو سلوان موميكا إلى السلطات العراقية ليلقى جزاءه وفق القانون العراقي، ولم يستجب الجانب السويدي، واستمرت وزارة الخارجية عبر وزيرها السيد فؤاد حسين بطرح الرؤى مفصلة حول طبيعة الحرية وحق التظاهر والقوانين التي تدخل في هذا الأمر، وأن هذه الأفعال باتت تمثل أجواء شائكة بين العراق والسويد وتضع كل الأطراف أمام التزامات حرجة، لكن لم نلقى ردا واضحا والتزاما صريحا. فبادرت الحكومة العراقية إلى قراراتها هذا اليوم، مستمرون بتنفيذ قرارات الحكومة العراقية، ونرى في ذلك مسارا واجب العمل في هذه الأثناء. طب اليوم كذلك كيف ستضمن الحكومة العراقية أمن وحماية البعثات الدبلوماسية؟ لأن هذا الأمر ربما الدخول إلى السفارة، إحراق السفارة، التعرض إلى محتوياتها ربما بشكل أو بآخر أحرج الحكومة العراقية. بيان الخارجية العراقية الذي صدر فجر هذا اليوم أدنى فيه وبأشد العبارات حادثة اقتحام السفارة السويدية في بغداد وإحراقها، ووجه دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان تحقيق عاجلة للوقوف على مرتكبي هذا الفعل وإحالتهم إلى السلطات القضائية من جهة، وكذلك محاسبة المقصرين من منتسبي الأمن والقوات المسلحة المكلفين بحماية السفارة. نحن نلتزم اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول، وهذا ما أكدناه لأكثر من مرة، بيد أن هذا الفعل كان استثنائيا بامتياز وأثار حفيظة الشارع العراقي. هذه الموافقات لهذا الخرق والفعل الشنيع بشكل مكرر سيستفز المزيد من مشاعر المسلمين حول العالم، وليس الشعب العراقي بذاته. القاعدة التي تحرك الاستجابة في الخطاب الحكومي لهذه القضية هي لا تقتصر فقط على القرآن الكريم ومشاعر المسلمين حول العالم، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وما تبنيناه من مواقف بهذه القضية ينطبق حتى على أبناء الديانات الأخرى ورموزهم ومقدساتهم وكتبهم السماوية. فمن ذا الذي يقبل بالإساءة إلى
المقدسات لأبناء الديانات الأخرى أو رموزهم أو الإساءة إلى معتقداتهم، لا بد للأديان أن تبقى محترمة وللكتب السماوية أن تبقى مقدسة وللمواميس البشرية أن تبقى محاطة بمسار من القيم الأخلاقية والتعاطي اليومي الذي يدعم مسار العيش بسلم وكرامة ومحبة بين بني الإنسانية. وهكذا تشاد العلاقات وهكذا تؤثر التبادلات والتفاعلات بين مختلف الأطراف في العالم. أنا أشكرك دكتور أحمد الصحاف الناطق باسم الخارجية العراقية على المشاركة معنا التعاون كذلك، شكرا جزيلا لك.